مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هذا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال يوميات مربي ناجح في تربية الأرانب. اذا كما كتشوفوا معايا راه الصباح، كيعجبني نفيق في الصباح. اول حاجة كنديرها وهو التفقد، يعني كنحاول انني الأرانب ديالي نشوفهم سمو خاصهم، يعني نشوف الامهات، انتم كما كتشوفوا كنشوفهم يعني اسمو وقع لهم، ولا كان شي وحده والده انتما، ولا كان شي وحده خاصه شي حاجه. بالنسبه للصغار انتم كما كتشوفوا انتما كتجي العمليه ديال الاكل، يعني خاصني نشد هذوك العلافات الاولين اللي كانوا ونشوف الى مسخين فيهم، حاشاكم الا كان مفزقين فيهم ولا ساكن فيهم الفضلات، ماشي نشد يعني واحد العلف ونزيدو فوق هذاك العلف الاخر، لا، هذاك العلف الاول كنحاول نتخلص منه، هو ما كيبقاش بزاف، كيبقى غير واحد الشويه، ولكن كنحاول ان هذاك العلف ما يبقاش، يعني ما نزيدش شي فوق شي. الا كاين شي علافات خصهم يتغسلوا كنحيدهم ونغسلهم، راهم ساهلين في التحياد. راني سبق لي درت لكم هذا شي فيديو على حساب هاد العلافات، انتم راهم كياكلوا تبارك الله. كنجي القضيه ديال 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 التنظيف. التنظيف هو ضروري ضروري، وديما كناكد عليه في الفيديوهات ديالي. انتم انا غادي نحاول انني انتم كما كتشوفوا انا نوريكم داك الشيء يعني بتطبيق. انتم كنشد هاد الشطابه هي، غنخرجها ونوريها لكم كيفاش دايره. هي عباره عن عمود ولاصقه فيه شطابه عاديه، شطابه تكون ضايعه عندكم وتربطوها بالسلك بحال هذه الطريقه. هذه يعني طريقه بدائيه ولكن راه جد جد فعال. اذا انتم كما كتشوفوا معايا كنشد هاد الشطابه وكنشطب بها بهذه الطريقه. انتم لو كيبان لكم راه كلشي كيمشي لواحد الثقب. انتم اول صافي، عملية بسيطة. انتم ديما كنقول لكم ديروا هاد الميكا ليكاج ديالكم، راها كتخدم مزيان. انتم عاوتاني الجهة الأخرى، انتم غادي ندير نطبق معاكم هاد النهار الحلقة يعني بالتطبيق، ماشي غير بشي موضوع وموضوع، ولكن نحاول انني نطبق لكم اش كندير. انتم لاحظوا معايا الشطابة شنو كدير، انتم كترمي فين؟ واحد الثقب، هذاك الثقب انتما هاد الشيء راه مجموع على حساب يومين كيتجمع فيه هاد الاوساخ. صافي، هاد الشطابه ممكن تخليوها غير هنايا هكا، صافي كنخليها محطوطه هنا ماشي مشكل. رانا كنشد هاد البانيو، هذا هو، شوفوا شحال باقي فيه انتما، هادشي مجموع فيه، راه باقي ما مجموعش بزاف، يعني خليه حتى يعمر باش ما يكونش عندي واحد العيب ديما نبقى نشد يعني الفضلات ديالهم ونرميهم، وانما هاد الفضلات ديالهم من الاحسن تبقاو تنقيو عليهم يوميا على حساب غاز الامونيا، يعني غاز الامونيا ما يكونش عندكم، يعني يكون الهواء متجدد عندهم، يعني ما يكونش عندهم واحد الريحه في وسط المكان ديالهم. هذا دابا الا مشات تبقى هنايا ماشي مشكل، انا بعيد على المكان ديال فين كي يكونوا، يعني يعني فين كيتواجدوا هما كيكون بعيد عليه، راه المكان راه بعيد. هانتوما كاين واحد الثقب تمايا ما يطلعش لهم الريحه، اصلا هذا المكان راه متجدد. هانتوما كما كتشوفوا ما راه الشميشه باقا ما جاتش، راه الصباح دابا الصباح بكري، كان كيعجبني نفيق في الصباح بكري. كنجيو للقضيه ديال الماء، كنتفقد الماء، واش اولا راه باقي نقي؟ انتما واش راه باقي نقي؟ انتما هذا ما موسخش ماشي مشكل. انتما كنتفقد المياه كلهم، هذا طايحه فيه غير واحد النبته ديال الفصه ماشي مشكل. هما الامهات حتى هما عندهم الماء ديالهم، لان في الليل عطيتهم الماء، يعني باقي ما سلاوش الا هاد الذكر هذا اللي راه خطر. هاد الذكر هذا
هذا كيشد الشرابه ديالو لان باغي يتزوج في هذه الايام وراه ما يعني ما سخون يعني راه هو تبارك الله في حل وخصو ها هو الشراء قلب الشرابه ديالو. هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي نمشي ونعطيه يشرب. عين 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 انا صاحبي عين عين هنا غادي نمشي عندي هنا الروبيني ها هو غادي نعمر لهم. اولا باش نغسلها شويه يعني هما ما كيوسخوش بزاف وانما خاص العمليه ديال التفقد تكون يوميه ماشي ما عندهمش الماء وتخليهم واحد 4 ايام 5 ايام ونسامح فيهم. لا عمر خدم صافي هذه راه كتعتبر خدمه يعني خدمه يوميه. هانتوما حاولت ندير لكم هذه الحلقه هذه باش تشوفوا الخدمه اليوميه اللي كنخدم على الارانب. هانتوما كاين المياه نعطيهم المياه ديالهم وديما منين نوصيكم منين تفتحوا لي كاج وتبغيو تجبدوا مثلا الماء ولا تجبدوا شي حاجه من عند الارانب ديما سدوا ما تخليوش. انا غلطت راني خليتهم حلول. هانتوما راه ممكن انه يدفع الكاج وينقز يعني كتولي نتوما في شي حوايج اللي بعادين على كتولي قريب للخطر. هانتوما غادي ندير له الماء ديالو. هذا راه ماشي شرس راه مزيان تبارك الله راه تربى عندي تبارك الله صلى الله عليه وسلم كما كتشوفوا. اذا هذه هي العمليه اليوميه ديالي يعني عمليه التفقد الاول. عين عين يا ولدي عين. هانتوما خصني ضروري نتفكر باللي خصني نسد عليه نسد عليه هو باش ما يخرجش وفي نفس الوقت نسد على حتى الصغار واخا هاد المساحه راه ما غاديش يخرجوا منها ولكن ضروري خصني نسد عليهم باش ما يجيش شي حيوان مفترس لا قدر الله يجي شي مش ولا غادي يدخل هنايا هذا الشيء راه غادي يفرسكم. انا نقول لكم المشوش حاولوا انكم تحذيو منهم. الحلقه ديالنا هي هذه راني عطيتهم دابا الذره ها هما كما كتشوفوا الذره كنعطيهم الذره وكنعطيهم حتى الفصه ها هما في هذه العلافات هادو العلافات راني غير مصوبهم ماشي شي يعني اجتهاد شخصي. هانتوما تبارك الله هانتوما دابا غادي ياكلوا وفي نفس الوقت يشربوا المويه ديالهم صافي. ملي كتجي شويه ديال الشميشه اي كنخليهم غير بما يتشمشوا شويه ندير لهم هاد الكوفيره هادي ديال غير انا زايدها ومثقبه على حسب الشمس ما تجيهمش مباشره لان الصغار كيكونوا يعني حساسين درجه الحراره كتغلبهم دغيا دغيا كيتاثروا بالحراره. انا كنخلي لهم غير واحد الاشعه ديال الشمس تدخل عندهم صافي بما يتبدل لهم ديك الريحه وديك الجو صافي وكنسد عليهم الغطاء. انتم كما كتشوفون الغطاء من الفوق هكا نسد عليهم هكا وفي نفس الوقت كنخليهم مهويين. دابا راه التهويه راه ديما كنهضر عليها ضروري انكم تخليو التهويه في يعني في المكان ديال الارانب ديالكم. اذا انتم كما كتشوفوا تبارك الله دعيو معنا ان هذه الخلفه تصدق يعني هذه الامهات اربعه ديال الامهات اللي راهم والدين هاد الكيمياء هذه وان شاء الله يكونوا حاملين عاوتاني. اما انا كنصح اي مربي انه يدير هاد الناس اللي كيبغيو يربيو حيوانات يربيو الارانب راه ما فيهمش التماره. هانتوما كما كتشوفوا يعني هاد الخدمه اللي درت راه ماشي شي حاجه ممكن ان الخدمه كامله ديروها في واحد ربع ساعه مثلا واخا يكون عندكم شي حرفه اخرى ممكن انكم يعني تديروها وربع ساعه في النهار تعطيوها لهم ماشي مشكل تعطي ديروا هاد العمليه هادي وعاوتاني منين تجيو من الخدمه عاوتاني تعاودوا تكرروها وان شاء الله راه فيهم يعني فيهم مدخول وفيهم ممكن انكم يكون عندكم اكتفاء ذاتي من هاد الارانب من اللحوم وفي نفس الوقت تطوير المشروع. الا مشيتو تطورتوا المشروع راه ما حدكم وانتوما كتستافدوا منهم وكتخليو النتوات وتبيعوا غير الذكوره يعني ذكر واحد راه كافي. دابا هنايا راه عندي تبارك الله واحد اربعه النتوات وعندي عروامه اخرين هادو دابا باغي ندير العمليه ديال
الكروازي، باغي نخرج الكروازي، هادو دابا راهم فيهم الرومي وفيهم الكروازي وفيهم البلدي. كنحاول انني ندير تجارب يعني من هذا، من هذا البابيون بابيون، وغادي نزوجو مع النتوات البلديات. هاد البلديات دابا ملي كيتزوجوا راهم كيعطيو كروازي، راه كاين هنايا اراني بلي كروازي، واخا كيبان لكم هذا بحال دابا هذا راه بابيون، ممكن انه نحسبو بابيون، كاينين لي بابيون هنا وكاينين بحال دابا هذا الشكل هذا، هذا راه كروازي، كاين انواع هنايا لي كروازي. هذا الكرواسي باغي نشوف حتى هو الطريقه ديال التربيه ديالو، نجرب به و الى كان يعني فعال ممكن علاش لا انني نستمر فيه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.